هنكمل بقى الجزء الثاني من الفيديو، ماشي؟ هنكمل شرح الديتكتورز ده، وتقريبا ناس كتير عايزاه يعني. طبعا احنا في الاول عارفين مكان الديتكتورز بتاعنا فين، اللي هو بيستقبل السامبل، تمام؟ اللي هو الموبايل فيس واخدها في وشه كده وطالع عشان الديتكتور ده يسجلها، تمام؟ الديتكتورز بتختلف على حسب الميكانيزم اللي هي تشتغل فيه. في ديتكتور تقيس لي فرق في درجة حرارة مثلا، في ديتكتور تقيس لي مثلا فرق في ايونيزيشن، تمام؟ وهكذا. المهم اول ديتكتور معانا اسمه ثيرمال كوندكتيفيتي ديتكتور، التي سي دي. طبعا ده اختصار مهم جدا، او اسمه كسرومتر. الديتكتورز ده فكرته اللي انا معايا سلكين، تمام؟ السلكين دول من التنجستين مثلا، انا مسخنهم، تمام؟ ده سلك وده سلك. بعد كده جبت كولم او جبت تيوب، تمام؟ فيها الكارير جاز اللي انا شغال بيه بس ستاندرد، تمام؟ فده دلوقتي سلك وده سلك. جبت تيوب ودي تيوب، الاتنين مليانين الكارير جاز بتاعي، تمام؟ اللي هو ستاندرد، جايبه مثلا من الفارماكوبيا. طبعا السلك ده ببقى مسخنه الأول، تمام؟ وبعد كده يتلف على التيوب دي. فهنا هفترض إن درجة الحرارة بتوع الاتنين دول كده درجة حرارة 100 درجة مئوية مثلا، تمام؟ بعد كده بيبقى في سلك تاني، سلكين كده، بيبقى برضو ملفوفين حوالين تيوبس، بس التيوبس دي مليانة سامبل مع موبايل فيس، دي اللي طالعة بقى من الجهاز بتاعي، تمام؟ فدلوقتي قلنا قبل ما اشتغل انا عامل حساب ان الستاندرد ده انا عارف درجة الحرارة، طيب وبعد الشغل اللي هو السامبل مع الموبايل فيس هيبقى لهم درجة حرارة تانية، تمام؟ طيب أنا لما أطرح الجزء ده اللي هو درجة حرارة السامبل مع الموبايل فيس ناقص درجة حرارة الموبايل فيس اللي هو الستاندرد، إذا هيديني درجة حرارة السامبل، تمام؟ أنا لو هفترض إن أنا في بداية الشغل عرفت إن درجة الحرارة هنا مثلا كانت 100 درجة مئوية بتاعت الستاندرد، وبعد ما اشتغلت والسامبل طلعت في الكولن وراح الديتكتور لقيت ان درجة الحرارة هنا بقت مثلا 80 درجة مئوية، اذا هطرح الفرق، هطرح 100 ناقص 80 يديني 20، اذا درجة حرارة السامبل هنا 20 درجة، فالديتكتور يحس بالفرق ده ويطلع لي بيكس، تمام؟ وكده انا عرفت ان المادة اللي معايا. طبعا دي انا عبارة عن شغل مقاومات، اللي هو زي ما خدنا في فيزياء تالتة ثانوي، مقاومات على التوالي ومقاومات على التوازي، تمام؟ فدي كده يعتبر شغل المقاومات اللي بتاع ده. المهم اللي يهمني هنا بقى في ال اهو ريفرنس، هنا السامبل بيطلع، طبعا في هنا امبليفاير عشان يقوي السيجنال اللي طالع دي ويطلع يقرا بقى. المهم اللي يهمني ولا سيلفي في الامتحان، ان الكلام ده متشرحش، مطالبين فيه ممكن شفوي، تمام؟ هنا الهيدروجين والهيليوم دول الجهاز اللي انا بستخدمه في الموبايل فيس. الديتكتورز ده معتمد بشكل اكبر على التمبريتشر، تمام؟ العيب بتاعه اللي هو بيبقى نون سيلكتيف، بيبقى يونيفرسال، ما هوش سيلكتيف لماده معينه، تمام؟ يعني بيعدي اي سامبل يقراها. العيب بتاعه او الميزه بقى بتاعته هنا بيبقى نون ديستركتيف، مش هيكسر لي الماده اللي هتعدي من خلاله، تمام؟ طبعا احنا قلنا بيعتمد على التمبريتشر تشينج، وفي هنا حاجه اسمها ويت ستون بريدج اللي هو المقاومه يعني، تمام؟ فانا هنا من شغل الديتكتور ده، قلت اللي هو رفع، قلت هو هيعتمد على التمبريتشر. الهيدروجين والهيليوم دول الجاز اللي انا هستخدمهم، تمام؟ وشرحنا ازاي الديفرنس بتاع التمبريتشر هيطلع لي تمبريتشر هتتقاس
وكده يعني نطلع لها بيه. ده اول نوع. تاني نوع عندنا، تاني نوع اللي هو الفليم ايونيزيشن ديتكتور. الرسمه بتاعته طبعا مهمه جدا، ان شاء الله هلاقيها بكره. الرسمه او الفليم ايونيزيشن ديتكتور معتمد على اني هعرض السامبل بتاعتي الفليم، الفليم ده هيحرق للمادة، هيعمل لها ايونيزيشن. الايونز اللي هتطلع هتتقاس بواسطة كوليكتور الكترود. فهنا عرفت ان الايونز دي يعني قوتها كام، فهطلع لها سي. تمام. هنا طبعا انا علشان اولع او عشان اعمل الفليم بستعمل حاجة زي الولاعة مثلا اسمها فليم اجنيشن كويل. عشان احافظ على الفليم بتاعي بدخل اير مصدر للاكسجين. تمام. والموبايل فيز اللي بستخدمه بستخدم هنا الكولن اهو، بستخدم نيتروجين وبستخدم هيدروجين بيدخلوا هنا برضو، والهيدروجين بيحافظ لي على الولعه برضو اللي هي لانها شغاله. تمام. فانا هنا لما بمرر السامبل بتاعتي بيدخل تتحرق تطلع ايونز، كوليكتر الكترود يقراها يطلع لها السيجنال بتاعتها. الفليم ايونيزيشن ديتكتور قلنا ده احنا لسه بنقول ايه، المادة هتتحرق هيحصل لها ديستراكشن، اذا ده عيب فيه. طبعا المادة اللي بتتحرق هي المواد الهيدروكربون او الاورجانيك كومباوند. الميزة اللي فيه اللي هو بيبقى سيلكتيف، هو قلنا سيلكتيف للهيدروكربون ان هي المادة اللي هتتحرق. تمام. فمسته هو سيلكتيف، وعيبه اللي هو بيعمل ديستراكشن للكومباوند دي. ومسته برضه لو ما بيتأثرش مثلا لو في كربون دايوكسيد لو في ميه وهكذا. تمام. فدي كده فكرة التاني واحد. في واحد او اتنين شبهه المفروض صورتهم تبقى هنا بس مش موجودة للأسف. حاجة اسمها الكالاي فليم ايونيزيشن ديتكتور وفليم فوتومتريك ديتكتور. الالكالاي فليم ايونيزيشن ديتكتور ده عبارة عن نفس الجهاز اللي فوق، بس انا الفليم بحط حاجه اسمها ريوبيديوم او سيزيوم عشان تديني فليم ملون. تمام. فهنا بيبقى سبيسيفيك للالكالويد او البيستسايد. ده الكالاي فليم ايونيزيشن ديتكتور يبقى هو سبيسيفيك للالكالويد، سبيسيفيك للبيستسايد. والفليم هنا بولعه بحاجه اسمها ريوبيديوم او سيزيوم. تمام. بعد كده في واحد اسمه فليم فوتومتريك ديتكتور. فليم فوتومتريك ديتكتور ده بيستخدم للمواد زي الفوسفرس او السلفر. تمام. بيعتمد برضو على يديني فلوريسانس سابستانس، فلوريسانس كولر بيديني وميض مثلا. تمام. طبعا التفاصيل دي مش مهمة قوي. هو بيستخدم هنا للفوسفرس والسلفر كومباوند، هنا بيستخدم للالكالويد والبيستسايد. تالت او اخر نوع وده يعتبر اسهلهم اللي هو الكترون كابتشر ديتكتور. الكترون كابتشر ديتكتور بيعتمد على ان معايا ماده مشعه نيكل مثلا بتعمل راديشن بيتا بارتيكلز. البيتا بارتيكلز دي بتطلع على الكوليكتور الكترود ده بيقراها. تمام. وليكن طلع لي هنا مثلا 500 بيتا بارتيكلز. تمام. قراها الكوليكتور الكترود، انا دخلت السامبل بتاعتي. تمام. فهنا في بارتيكلز، السامبل بتاعتي هتمتص شويه من البارتيكلز دي. تمام. اذا عدد البارتيكلز اللي هنا 1000 صح. اذا بعد ما مرر السامبل بشوف بقى انا فاضل لي كام بارتيكلز، والفرق ما بينهم يبقى السامبل خدته. يعني انا هفترض ان هنا بيديني 500 بيتا بارتيكلز اراهم الكوليكتور الكترود، لما مررت السامبل وقست شفت الكوليكتور الكترود ده ارى كام لقيتهم 300. اذا 500 ناقص 300 يديني 200، يعني السامبل خدت 200 بارتيكلز. تمام. هروح انا بقى على الفارماكوبيا واشوف السامبل اللي بتاخد 200 بارتيكلز او 200 الكترونز دي يبقى مين هي السامبل. تمام. وطبعا طلع لها بي وهكذا. بس ده سؤال وجودي بس، فالفارماكوبيا عرفت منين؟ المهم الماده دي بتبقى عيبها
اللي هي ما بتنفعش المواد الهيدروكربون، تمام. ميزتها اللي هي سبيسيفيك للمواد الهيدرو، للمواد الالكتروفيليك اللي هي بتحب تاخد الكترونز فوسفراس كلورينيتد سايت، اند هي نون ديستراكتيف يعني مش هتحرق لي الماده زي الفليم ايونيزيشن ديتكتور بقى، تمام. فهي دي يعني حاجه حلوه قوي الالكترون كابتشر ديتكتور ده، تمام. بعد كده قلنا بيستخدم الهالوجينيتد والفوسفورس كومباوند، تمام. فهو اهم حاجه الاستخدام ده. طيب والرسمه طبعا مهمه، تمام. كده كل الديتكتور خلصت، فاضل بقى حاجه بسيطه. احنا قلنا في بدايه الشرح ان الماده اللي انا هستعملها لازم تبقى فولاتايل، تمام. ولو ما كانتش فولاتايل انا هخليها غصب عنها فولاتايل. لا، الماده لازم تبقى سيرمو ستيبل، لان لو دخلت سيرمو لابايل في التمبريتشر هتتكسر. انا بقى هحولها لسيرمو ستيبل لو كانت سيرمو لابايل. الماده لازم تبقى نان بولر، لان او مش نان بولر تبقى ليس بولر، لان لو كانت بولر قوي فهي هتمسك في السيليكا جامد، فاكيد طبعا مش هتطلع يعني، هي بتحب السيليكا فماسكه فيها يعني، متمسكه بها قوي يعني. وانا بقى خلاها نون بولر، خلاها يعني تكرهها شويه، ماشي. فانا بعمل عده حاجات بتساعدني في كده. حاجه مثلا اسمها السليليشن. السليليشن بيعتمد ان عندي ريجنت اسمه تراي ميثايل كلوروسيلان، لو حبينا مثلا نرسمه نرسم اس اي كده، وطالع منه 3 ميثايل وطالع منه كلور، تراي ميثايل كلوروسيلان. الريجنت ده بفعله مع حاجات فيها اسيد جروب او الكحول جروب او امينز او فينول كومباوند كده. مشكله الحاجات دي ان البولاريتي بتاعتها بتبقى عاليه قوي، فانا عايز اشيل الهيدروجين دي هي اللي مسببه المشكله كلها. فانا مثلا بفعلها مع الريجنت، تقوم الهيدروجين طالع مع الكلور اللي في الريجنت وماشيه، فيديني تراي ميثايل سايلايل دريفاتيفز، تمام. تراي ميثايل سايلايل اسيد بقى دريفاتيفز بتاع اسيد، او دريفاتيفز بتاع الكحول، او دريفاتيفز بتاع امينز، وهكذا. المهم السليليشن ده يعتبر افضل حاجه فيه. تاني حاجه عندنا ميثايليشن للاسيد او الكحول، بيديني ميثايل ايثر او ميثايل استر. بعملها ازاي؟ باخد ميثانول مع سلفوريك اسيد، طبعا واخدين في الاورجانيك قبل كده، اللي هو التفاعلات دي كلها، تفاعل الاسيد، تفاعل الكحول مع الكحول، الكحول والكحول بيدينا ايثر، تمام. لو كنا بنحط سلفوريك اسيد مش عارف بنسخن من درجه حراره كام كده يعني، شغل اورجانيك مالناش دعوه بيه دلوقتي. المهم هنا هيكون لي مثال ايثر او مثال استر. الحاجات دي بتبقى فيها الكاركترز اللي انا عايزها. بعد كده في طريقه ثانيه اسمها اسيتايليشن. الاسيتايليشن بتنفع الامينز، بتنفع الالكوهولز، بتنفع الفينولز. الاسيتايليشن بستخدم، احنا طبعا عارفين يعني ايه اسيتايليشن، يعني مثلا لو عندنا او اتش عملنا اسيتايليشن تحول ل او سي دبل بند او سي اتش 3. السي دبل بند او سي اتش 3 بيبقى مصدرها اسيتيك اسيد، اللي هو جاي من اسيتيك انهيدرايد، ان احنا عارفين اسيتيك انهيدرايد عباره عن اثنين اسيتيك اسيد بينهم اكسجين، تمام. ف بستخدم هنا بايريدين علشان يشيل الميه، تمام. المهم انا بعمل هنا استايليشن، فبيديني الماده اللي انا عايزها، تمام. دي كده التريفايزيشن. لو الماده كانت عكس الكلام اللي انا عايزه بحوله للكلام اللي انا عايزه. بعد كده الابلكيشن بتاع الجهاز ده، مثلا واحد شارب مخدرات او واحد شارب الكحول، اقدر اكشف عنه، اعمل له يورين اند بلاد اناليسيس، اعرف كميه الدراج او هعرف هل هو شارب الكحول ولا لا. بعد كده بستخدمها مثلا ده في الفورنسيك اناليسيس في الطب الشرعي، بعرف في الانفايرمنتال اناليسيس
مثلا لو عايز اعرف الاير ده فيه بوليوشن بجاز معين بماده معينه، تمام، بعمل فود اناليسيس. مثلا انا شاكك ان الفود ده مغشوش بفاتي اسيد نوعه كذا، فانا هكشف هل الفاتي اسيد ده موجود هيطلع له بيكس ولا مش موجود مش هيطلع له بيكس، تمام. هكشف مثلا على الرانسيديتي بتاعت اويل، احنا عارفين ان الاويل لما بيحصل له رانسيديتي مش عارف ايه كده بيتحول لايه، كلام اناليتيكال يعني، ماشي. هكشف عن اي فاتي اسيد، هكشف عن كربوهيدرات، هكشف عن بيستسايد، وده مثلا فولاتايل اويل دي جاهز اكشف عنها خلصانه. مثلا فاتي اسيد دي نون فولاتايل هحولها الاول، اعمل لها دريفاتايزيشن واحولها لحاجه فولاتايل بعد كده اكشف عنها، تمام. تخلص ولا كده؟ جاهز خلاص كده يعني، يعتبر قلنا ان شاء الله كل حاجه، ربنا يستر بقى. نركز على السؤال بس عشان، وطبعا اوجه شكر خاص لدكتور ربيع اللي وافق يديني الداتا واشرح منها، واستاذ عمرو جمال يعني دكتور عمرو جمال اللي هو جاب البرامج يعني، وراجل لسه مشربني شاي ويعني مش عارف ايه. يلا بالتوفيق يا شباب، عاملين ايه؟